مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى النشره الثامنه. اهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشره. تنصيب خلية أزمة استعجالية للوقوف على حجم الأضرار بعد الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غرب الحروش بولاية كيكدا دون تسجيل ضحايا. تتويج فريق شباب بالوزداد بكأس السوبر في طبعتها 13 بعد فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين لواحد. التأكيد على ضرورة التكفل الأمثل بالمسنين خلال انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح هذه الفئة، والوزير الأول يعرب عن تضامن الحكومة والسلطات العمومية وحرصهم الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطنين. تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة. ووزير الصحة يطمئن بتوفر كل الإمكانات الطبية المادية والبشرية للتكفل بجميع مرضى كوفيد-19. الرئيس الصحراوي يحمل المغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة وسط ردود فعل دولية منددة بالانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية. إلى التفاصيل، وبداية استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة السيدة إليزابيث فوربرس سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، وقد كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سجلت صباح اليوم هزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة 4:53. مركز الهزة سجل على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب بلدية الحروش بولاية كيكدا حسب ما أفاد به مركز البحث وفي علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. هذا ولم تسجل خسائر بشرية عدا بعض الحالات، حالة الهلع وبعض الأضرار المادية الطفيفة. نتابع التفاصيل مع نور الدين بن عبسة. وقعت عند الساعة 5:07 صباحا هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.2 درجة على سلم ريشتر، ما تسبب في خوف وهلع سكان ولاية كيكدا. سكان عين بوزيان هم من تضررت سكناتهم بفعل التشققات كونها هشة، فيما تضرر مستشفى الحروش وبعض المؤسسات التربوية، ولم تسجل أي خسارة بشرية. كنا ناعسين حتى نلقاو ضربة، ما من بعد قال شي كيف طلنا بلافو وش نقول لك الهرب. احنا ناعسين نلقاو جمدنا في بلاصتنا، ما كاين واش نديرو، عندنا نطلبوا في ربي وخلاص وشهدنا. تصدعات بسيطة لا تشكل لا تمس الأساسات الأساسية للمنشأة. أيضا تصدع كبير في المطعم المدرسي المراحيض، لهذا قررنا كطاقم إداري عدم إدخال التلاميذ للمؤسسة حفظا على الأرواح نتاعهم. الحمد لله ما فيهاش خسائر بشرية، هذا أول شيء. السلطات المحلية تفقدت الأحياء السكنية والهياكل المتضررة. سوف نقوم بتقييم جميع المناطق المتضررة وسنأخذ الإجراءات اللازمة. شبكة الطرقات على اختلافها لم تتعرض إلى أي ضرر، وحركة المرور تجري بشكل عادي. لم نسجل أي أضرار مست شبكة طرقاتنا الوطنية الولائية أو منشآتنا الفنية. الخلية الجوارية للتضامن قامت بإحصاء ومعاينة العائلات المتضررة وقدمت الدعم الطبي والنفسي. كوننا فرق استعجالية للتكفل الجسدي والنفسي بسكان البلدية. في المساء اجتمعت السلطات المحلية بممثلي سكان الحي القديم بعين بوزيان الأكثر تضررا بفعل الزلزال. هذا كان لازم يترحلوا، عندهم برنامج تاع 60 سكن اللي هو انتهى، وكاين برنامج تاع 60 سكن اخر اللي هو في طور الانجاز. الاول خاصه الا يعني حيط واقي حتى نحميه، ف
فالسيد وزير السكن كان بلغني أنه نبعثوا له البطاقة التقنية بالسجل العملي هذه وبالتالي نتعلق فيها. فقررنا باش نفد لجنة يوم الثلاثاء مكونة من كل المصالح نتاع الولاية لإحصاء كل العائلات الموجودة في هذا الحي. الجهود مستمرة ضمن استراتيجية وطنية لمجابهة المخاطر الكبرى. والزلازل من بين المخاطر الكبرى التي تستلزم وضع خطط واستراتيجيات للحد من أثارها، وهو ما تعمل الجزائر على تجسيده من خلال تبني مقاربة جديدة تتمثل في تسيير المخاطر قبل وأثناء وبعد حدوثها. لا قدر الله. خليل تواتي. بحكم موقعها الجغرافي والتغيرات المناخية المسجلة، تبقى الجزائر معرضة للعديد من الأخطار الكبرى كالزلازل، الفيضانات، حرائق الغابات، وحتى الأخطار التكنولوجية، وهو ما استلزم وضع خطط واستراتيجيات للحد من هذه المخاطر، والتي تتمثل أولا في القانون 024 الذي نشر في 2004 والذي يحدد 15 خطر كبير اللي هي الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات والانزلاق التربة والخطر المضر والمتعلق بصحة الإنسان كالكوفيد والمخاطر الأخرى للتكنولوجيا والطاقوية. كل المخاطر الكبرى المحددة في هذا القانون ستعرف مرسوم واستراتيجية التي تحدد قواعد الوقاية وقواعد التدخل وكذلك قواعد التنبؤ وكذلك قواعد الرجوع إلى المرحلة والحالة القبلية. الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الجزائر في مجابهة الكوارث تتمثل في تسيير الخطر قبل، أثناء وبعد الكارثة ووضع مخططة وقائية حسب كل خطر. التقليص من الخطر لابد أن نقلص الهشاشة. كيف نقلص الهشاشة؟ بالبناء وفقا للقواعد المضادة للزلازل وباختيار الموقع اللائم ومرحلة التدخل، يعني حين وقوع الكارثة لابد أن نكون جاهزين، يعني لابد أن تكون الجاهزية مضمونة للمقابلة ومجابهة الكارثة، وبعد ذلك المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي كيفية الرجوع بعد الكارثة، الرجوع إلى الحالة القبلية. الجزائر اليوم اكتسبت تجربة في تسيير مختلف الكوارث والحد من آثارها بالتنسيق بين كل الجهات المعنية للتدخل ومواجهة هذه المخاطر. إلى الحدث الرياضي الآن، حيث أشرف سهرة أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد على حفل تسليم كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم في طبعتها 13 لفريق شباب بالوزداد بعد فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين لواحد في مقابلة جرت دون جمهور بملعب 5 جويلية بالعاصمة. حفل تسليم الكأس حضره كل من مستشاري رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خردين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدور. تابع التفاصيل مع عمر جمحي. هكذا كانت الأجواء عقب تتويج شباب الوزداد بكأس السوبر على حساب اتحاد الجزائر، حيث استلم قائد الشباب شمس الدين نساخ الكأس من يدي الوزير الأول عبد العزيز جراد وسط أجواء احتفالية كبيرة صنعها زملاء سعيود في غياب الجمهور بسبب وباء كورونا، والذي عودنا أنصار الفريقين على صنع لوحات فنية مميزة ليضيف أبناء العقبة لخزائن النادي لقبا آخر هو 21 في تاريخ الشباب المرصع بالإنجازات. أبناء دوما دخلوا اللقاء بدون مقدمة، وبعد 8 دقائق تحصل دراوي على ضربة جزاء تولى تنفيذها بنجاح سعيود فاتحا باب التسجيل. شباب بالوزداد واصل الضغط على مرمى الاتحاد الذي لم يتمكن من فرض طريقة لعبه، فرصة استغلها مرة ثانية الشباب، وهذه المرة عن طريق المهاجم البنيني كوبكو الذي أضاف الثاني في الدقيقة 34.
لتصبح النتيجة هدفين لشباب الوزداد مقابل صفر للاتحاد، والتي انتهى عليها الشوط الأول. المرحلة الثانية كانت مغيرة بالنسبة للفريق الأحمر والأسود الذي انطلق نحو الهجوم لتحميل الدقيقة 60 الخبر الصار للاتحاد بعدما تمكن محيوس من تقليص النتيجة. خبرة عناصر شباب الوزداد مكنتهم من تسيير اللقاء والحفاظ على التقدم إلى غاية نهاية المباراة، ليتوج شباب الوزداد بالكأس الممتازة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي فاز بها سنة 1995. وعلى هامش حفل التتويج تم تكريم كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم ومنشطي النهائي فريقي شباب الوزداد واتحاد العاصمة. أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم أن الحكومة والسلطات العمومية باشرت حملة وطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية. وجاء في حساب الوزير الأول عبر تويتر أنه وبعد الصدى الإيجابي للحملة الوطنية للتشجير فلنغرسها في كل ولايات الوطن، باشرت الحكومة والسلطات المحلية حملة وطنية لتلقيح كل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الإنفلونزا الموسمية. مبادرة نؤكد من خلالها تضامننا وحرصنا الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطن. ومن دار المسنين بدال إبراهيم انطلقت حملة تلقيح المسنين بإشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. العملية التي ستمس باقي مراكز المسنين عبر الوطن تعكس وجود إرادة سياسية لتوفير كل الرعاية الممكنة لفئة المسنين خاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة، تقول نور دحماني. أزيد من 30 مركزاً للمسنين يستفيد من لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية ضمن الحملة الوطنية لوزارتي الصحة والتضامن لتلقيح الأشخاص المسنين، والتي ستعمم أيضاً على مناطق الجنوب ومناطق الظل. داروا لنا الفاكسة، كل عام يديروا لنا الفاكسة باش كي تجينا لاغريب تجينا خفيفة. الإرادة السياسية أكدت على ضرورة التكفل بهذه الفئة، وبتعليمات السيد الوزير الأول انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، وارتأينا أن تكون الانطلاقة من دار المسنين للتكفل بهذه الفئة نظرا لحساسية هذه الفئة وخاصة في ظل الأزمة الصحية. ابتداء من اليوم في كل الأماكن لتلقيح ضد الحمى والإنفلونزا الموسمية، وتستهدف عدد من الأشخاص المسنين، سنين أكثر من 65 سنة، وبالخصوص إذا عندهم أمراض مزمنة أو أشخاص أقل سن ويكونوا حاملين أمراض مزمنة. نفس العملية اللي عندنا صورة اليوم ستجرى في كل مناطق في المستشفيات وبالخصوص في مناطق الظل. وصبيحة اليوم كان عندي لقاء مع مسؤول من جيشنا الشعبي الوطني، ونظمنا نفس العملية في المناطق البعيدة، المناطق الجنوبية، المناطق اللي تحتاج تدخل جيشنا لأن عنده وسائل، عنده أطقم. وللتذكير فاللقاح وحسب وزير الصحة يضمن نسبة 60% من الحماية الصحية ضد الإنفلونزا الموسمية. ومن أجل تكفل الأمثل بمرضى كوفيد-19 قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بزيارة عمل ومعاينة إلى كل من مستشفى بن مسوس والقطار بالعاصمة، حيث أكد الدولة مستعدة بكل إمكاناتها لمجابهة أي تطور للجائحة بالجزائر. تفصل نور دحمن ثانية. مصلحة الإنعاش بمستشفى بن مسوس حالة حرجة لمصابين بكوفيد-19 وطاقم طبي مجند لمجابهة كورونا،
وزير الصحة وقف على ظروف التكفل بالمصابين وأكد على تجنيد الدولة لكافة الإمكانات وإقرار الرفع من قدرات الاستيعاب داخل المستشفيات مع وضع جهاز خاص بأمراض القلب حيز الخدمة. من نديروا جد في اليد باش نقاوموا هذا الفيروس هذا اللي كما تعرفوا كامل خطير خطير جدا. كان لي اجتماع مع الأساتذة ومع رؤساء الأقسام باش نزيد أكثر أسرة الإنعاش، لأن المشكل حاليا هو اللي راهو مطروح هو مشكل أسرة، وتفهم لا تكون فيه أكثر أسرة وفيه زيارات أخرى للمستشفيات. في الحقيقة لما نزور المستشفيات نصيب عندهم بالخصوص بعض المستشفيات عدد لازم للأسرة، لكن المشكل هو في التنسيق، يكون مستشفى حتى 100% لكن المريض ما يكونش موجه وما يعرفش، وهو اللي يكتب وهو اللي يتقلق لما نعرف على 3 كيلومتر بعد بعد على المستشفى فيه أسرة موجودين. إذا نظمنا نفوسنا في التنسيق في العمل بيناتنا بالمستشفيات في توجيه المرضى إن شاء الله نتغلبوا على هذا الوضع. قاعة مخصصة للقسطرة وتوسيع الشرايين اللي راح تشتغل يعني 24 ساعة على 24 ساعة حتى الحالات المستعجلة نعملوها، وهذه زيادة يعني للمستشفى ولكن خاصة لكل القطاع وخاصة للمرضى الجزائر وحوالي الجزائر العاصمة. وبمستشفى القطار استمع الوزير لانشغالات الطاقم الطبي. بالنسبة لهذه المصلحة مصلحة جيم نقدر نقول لكم باللي ما توقفناش عن العمل رغم أنه كان مشاكل بحيث أن أغلب الأطباء كانوا مرضى، كاين تاني السلك شبه طبي، كاين الممرضين، كاين اللي مسؤولين بالنظافة تاني في نفس الوقت، يعني في هذه دو سمان هادو في الأسبوعين هادو طاحوا كامل المرض. المستخدمين بدأوا يرجعوا الحمد لله يا ربي، الأسرة موجودة، الأسرة متوفرة أيضا، هيك الاستقبال أيضا ما كانش مشكل أيضا. وفي غياب اللقاح ضد فيروس كورونا تبقى الوقاية خير من العلاج. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في حصيلة عرضها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. مع تسجيل 1088 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب2.5 لكل 100,000 نسمة، يعني من 16 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 8 ولايات سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات و24 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 17 وفاية جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت الاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 581 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد هو 48,794 منهم 611 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 46 مريض في العناية المركزة. وضمن الترتيبات الرامية لتعزيز الوقاية والحماية من فيروس كورونا تسهر مصالح الرقابة التجارية ببومرداس بالتنسيق مع مصالح الأمن على تطبيق قرارات الغلق بالنسبة للمحلات المعنية ابتداء من الساعة 3 زوالا. نتابع التفاصيل مع منال العجل. مع حلول الساعة 3 زوالا تبدأ محلات الأكل السريع والأنشطة التجارية بالغلق استجابة للتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا. وواجه لأن السلطات العليا بما فيهم المختصين في هذا الميدان هما أدرى، والمرضى هذا زاد تفشى زاد راه ضر في كل يوم يتزايد. أنا رايح نشري الخبز راكي تشوفي عندي الكمامة هذه الابتعاد إلى غير ذلك. أنا نظن واجه ويلزم هذا القرار يطبقه كل مواطن كل تاجر. من ناحية أخرى هذا اللي يمسهم الغلق الجزئي أغلبهم تجار وحرفيين ويعني وعندهم أرباب عائلات لازم لهم مدخول. مديرية التجارة لولاية بومرداس تقوم يوميا بدوريات تفقدية لمدى تطبيق قرار الغلق. لاحظنا بعض الاختلالات خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المحمولة لدى المقاهي والمطاعم، أين كان تدخلنا من خلال تحرير مخالفات بالغلق الفوري للمحل التجاري وسحب السجل التجاري.
هي ترتيبات إضافية لتدعيم التدابير الوقائية التي تحفظ صحة المواطن وتحميه من خطر الوباء. وللتخفيف من أثر الجائحة على معيشة المواطن، وضعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عدة إجراءات تحت تصرف المواطنين، تمكنهم من خلالها من دفع الفواتير غير المسددة وفق رزنامة تتماشى ومقدار المستحقات المالية، تقول أحلام جلممي. مليون و500 عندك طروا فاتور ماشي خالص. توجه للوكالة يديروا لك كالندري تخلص بلي طرونش باش هكذا نسهلوا على الزبون تخلص واش تقدر. هي شروحات ميدانية للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز حول كيفية تسديد الفواتير المتراكمة في ظل جائحة كورونا تضامنا مع زبائنها. إجراء التأخر الذي انجرى عنه ارتفاع مستمر في مستحقات الشركة. في نهاية السداسي الأول من السنة 171 مليار دينار جزائري، وبنسبة تزايد 300% منذ بداية سنة 2020. أطلقت الشركة عبر مختلف ولايات الوطن عدة طرق وصيغ لدفع المستحقات حسب القدرة المالية للزبائن. حث المواطنين من أجل تفادي تراكم أكثر للفواتير. أما بالنسبة للديون للزبائن غير المنزليين وهم الزبائن الصناعيين والإدارة والمؤسسات سوف نقوم بإجراء المعمول به قانونيا. إجراء مليح يعني يساعد المواطن كما المواطنين يخدموا بلا جورني وكاع يساعدهم. حاجة كما هذه ماذا بينا إنسان ما يقعدش للظلمة، كانت ولا ويل كان جو ولا مام با يقطع لك ما كاش الكلاماسيون بصح دوكا غي تمشي. عدم قطع التموين على الزبائن بسبب جائحة كورونا يقابله مراعاة عدم تراكم ديون الشركة. هذا وتتواصل حملات التحسيس بخطورة الوباء، حيث قامت الكشافة الإسلامية الجزائرية قامت بتنظيم حملة لتوزيع علب التعقيم والأقنعة الواقية على تلاميذ مناطق الظل بولاية غليزان. نتابع التفاصيل مع كاميل يحمو. بالرغم من المسالك الصعبة المؤدية إلى قرية مسمود بغليزان، إلا أن هذا لم يمنع من إيصال الوسائل الوقائية لفائدة تلاميذ مناطق الظل حرصا على سلامتهم من الوباء. أولا نشكركم على هذه المبادرة اللي درتها الكشافة الإسلامية الجزائرية والتي تمثلت في توزيع الكمامات والمعقمات والمناديل على التلاميذ. وحنا المحافظة الولائية دائما في إطار الجهود الرامية لتحقيق يعني الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع الموجة الثانية التي ضربت البلاد، يعني رانا قمنا بالتوجه لأطفال المدارس من أجل وقاية وسلامتهم من أجل دخول سليم. يعني خاصة احنا ركزنا في المشروع تاعنا على مناطق الظل. جبنا لبابات المعقمات مشروم علي هذا معروف من وقاية من فيروس كورونا. الكشافة جابونا الكمامات، لازم توضعوا الكمامات تاعكم. علاش؟ باش تحموا روحكم من فيروس كورونا. الحملة التضامنية تخللها الجانب التحسيسي من أجل توعية التلاميذ بمدى خطورة الفيروس. تدخل في إطار الحملة التحسيسية والحملة الوقائية من انتشار وباء كوفيد كورونا. هذه العملية تمثلت في تقسيم مجموعة من الأقنعة الوقائية وكذلك منظفات اليد على مستوى مدارس متعددة على مستوى مناطق الظل. العملية اليوم تمت على مستوى منطقة مسمود. وفي ذات السياق تم توزيع أقنعة واقية على المواطنين وتحسيسهم بضرورة ارتدائها. وللتخفيف من معاناة تنقل الساكنة بمناطق الظل، يسعى بعض الشباب لرفع التحدي بتركيب العيادات والمخابر الطبية المتنقلة للوصول إلى المناطق الجبلية النائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. روبورتاج عبد الرزاق رمضان. بهذه الورشة الصغيرة الشاحنة تدخل بهذا الشكل لتخرج بعد 30 يوما بشكل آخر، وسيلة مجهزة بكل اللوازم الضرورية لتؤدي المهام المنوطة بها. عمل يسهر على تأديته طاقم شاب محترف كل في مجال تخصصه. لازم الواحد يكون عنده الاكسبيريونس، لازم يكون عنده في الراس تخمام بياسة هذه طيح بلاصتها ما طيحش، فهم هذا السؤال حقيقة.
من البلاد هاك تمد حاجات تتواصل مع البرودوي تاعنا، نخرجوا حاجه من يدينا ونخدموا. انسان صافي بليزير تكون تمشي تسيفي كي في الطريق هكذا تاعك تخدمته بيدك، صافي بليزير. ونكونوا جروب كامل نبداو في العمل تاعنا والله المشروع حتى يكمل، ونعاونوا بعضنا، الالكتريسيان يعاون الفريغوريست، الفريغوريست يعاون. تماشيا واستراتيجية الدولة في تنمية مناطق الظل، فاروق يرى في هذه العيادات المتنقلة الحل الأمثل والفعال لمشكل العيادات الجوارية في التجمعات السكنية الصغيرة. قضية مش بقي على العيادة ولا على كاين بزاف حاجات اللي يحتاجها المواطن ممكن نديروها متنقلة، سيارات نفعية متنقلة، يعني ما تاخذش كثير الأماكن وما تاخذش كثير يعني الأموال، وتقضي حاجة المواطن في المناطق البعيدة. يعني المادة الأولية تقريبا اللي تقدر تبدأ بها هذا العمل هذا هي سيارة، وحنا نعانيوا هذه المدة الأخيرة من نقص في الشاحنات، ونتمنى إن شاء الله يمشيوا هذا الموضوع تاع دفتر الشروط. المشاكل موجودة، قابلتها إرادة صلبة في مواصلة مشوار هذا العمل الذي يستحق التشجيع. برلمانيا وبمجلس الأمة، عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وذلك أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، حيث أكد أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان جاء بطلب وإلحاح من المواطنين للحد من هذه الجريمة الخطيرة. يحتوي المشروع المعروض عليكم على 57 مادة موزعة على 7 فصول تتضمن أحكام عامة والوقاية من جرائم الاختطاف وحماية ضحايا الاختطاف والقواعد الإجرائية والأحكام الجزائية والتعاون الدولي وأخيراً الأحكام النهائية. يطبق مشروع هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون. في إطار الحملة الوطنية للتشجير، أشرف أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان بالبويرة على انطلاق حملة التشجير بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني. الحملة عرفت غرس 5000 شجيرة، ومن المنتظر أن تليها لاحقا عملية مماثلة بالولاية. رغم أن الصورة اللي خلفنا لغابة محروقة، لكن بإذن الله في القريب راح نشوفوا شيء آخر، راح تصبح غابة أكثر كثافة وأكثر جمال مما كانت في السابق بفضل المواطنين، بفضل فعالية المجتمع المدني، وبفضل المبادرات أيضا لمؤسسات الدولة اللي كانت اليوم كلها حاضرة. وعلى هامش حملة التشجير الواسعة، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني من تيبازا، دعا إلى تجنيد كافة المواطنين للتصدي لجرائم حرائق الغابة. نستمع. نادي لكل المواطنين أين كانت الشريحة وأين كانت الفئة لتتجند وتتجند أكثر، وخاصة يعني باش نحافظ على الحياة، نحافظ على الغابات، ونحافظ خاصة على التوازن الإقليمي. من جهتها، وزيرة البيئة نصيرة بن حراث أكدت على ضرورة إعادة بناء النظام الإيكولوجي بالتعاون مع وزارة الفلاحة وفعالية المجتمع المدني وكافة المواطنين. سوف نعيد بناء هذا النظم الإيكولوجية وهذا النظام الهام ونغرسه من جديد، وهذا يكون بالطبع مع المجتمع المدني ومع كل الجمعيات التي تعمل في هذا الميدان.
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لدى إشرافها على انطلاق برنامج شراكة مع المنظمة الأممية يونيسف لترقية الطفولة والاعتناء أكثر بهذه الفئة الهشة ومشاركتها في الحملة الوطنية للتشجير التي أشرف على انطلاقها أمس من تيبازا الوزير الأول. أكدت أن مشروع الشراكة يهدف إلى ترقية حقوق الطفل وتأهيله لتقلد المسؤولية مستقبلا وفق استراتيجية ومعايير دولية. الإرادة السياسية عازمة على أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، وأيضا القطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سينتهج استراتيجية جديدة تقوم على الوقاية الترقية، وهذا لما لا وفقا للمعايير الدولية. كما شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي على أهمية التحلي بروح المسؤولية والوعي للحفاظ على الغابات والمساحات الخضراء. هذه الحملة تعطي الأمل في الحياة، لأن التشجير في الحقيقة هو عبادة قبل أن يكون شيء آخر بالنسبة لنا نحن المسلمين، كما علمنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قامت القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، إن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها، وهذا الشعار اللي أخذته هذه الحملة. دائما وفي إطار الحملة الوطنية للتشجير، أشرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله على غرس عدد من الأشجار في ساحة المجلس بمشاركة الإطارات والعمال. هو إحياء الطبيعة، هذا مشاركة في 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 بعد الحياة. إحنا نشارك مع جميع المواطنين في تشجير، والتشجير معناها أننا نعطي للأرض، نعطيها الحياة. الشعب الجزائري اليوم يبرهن بأنه مع الحياة، وأن الخير كله في هذه الأشجار. على إثر الحرائق التي عرفتها غابات الجهة الشمالية الشرقية لولاية شلف بوادي جوسين وابن حواء، بشرت مصالح الشرطة بأمن ولاية شلف التحريات والأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الحرائق وإيقاف المتورطين، والتي أفضت إلى توقيف 11 شخصا يشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الجرائم. أسفرت عن توقيف 11 شخص مشتبه فيه في إضرام نيران، تتراوح أعمارهم بين 25 و 70 سنة، وبموجب ملف إجراءات جزائية أنجز عن قضية الحرق العمدي لأملاك الغابية من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية ومساس بأمن الدولة والاستيلاء على أملاك عمومية، وحيلوا أمام الجهات القضائية لدى محكمة نس. في تقلبات الطقس، وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ستعرف العديد من ولايات شرق البلاد هطول أمطار غزيرة ابتداء من هذه الأمسية، وهي سكيكدا، عنابة، سوغهراس، قلمة وولاية قسنطينة، حيث من المتوقع أن يتراوح حجم الأمطار من 20 إلى 40 ملمترا، ومن الممكن أن تبلغ أو تتجاوز 50 ملمترا محليا حسب النشرية ذاتها، التي تبدأ صلاحيتها من أمسية اليوم على الساعة 9 مساء إلى غاية يوم غد على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، وفي جديد ملف الصحراء الغربية، أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي أن المغرب يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة إثر إعلانه الحرب في 13 نوفمبر الماضي على الشعب الصحراوي بعد هجومه العسكري الغادر ضد المتظاهرين المدنيين أمام الثغرة غير الشرعية في القرقرات جنوب غرب الصحراء الغربية. من جهة أخرى، وعلى الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بلاغها العسكري رقم 10 صادر اليوم أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المكثفة على مواقع وتخندقات الجيش المغربي لليوم 10 على التوالي، حيث استهدفت مواقع تمركز جنود الجيش المغربي المتخندقين خلف الجدار العسكري الفاصل.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم يومي أمس واليوم تنفيذ هجمات عنيفة حولت أجزاء معتبرة من الحزام الرملي إلى أنقاض ملتهبة بفعل القصف المتواصل هذا، وتمكنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي حسب ما جاء في البيان من تنفيذ هجمات مركزة استهدفت عدة مواقع مغربية على غرار قصف عنيف استهدفت خندقات العدو المتمركزة في قطاع سمارة، وقصف مباشر آخر استهدف جنود الاحتلال المغربي في منطقة روسوديات غالية بمنطقة مكالا، هذا بينما تم قصف مركز استهدف مواقع العدو في منطقة عظيم أم جلود بقطاع أسرد ثانية. هذا وتتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. نتابع التفاصيل مع نصير بدر. تحفظ موريتاني رسمي على الجدار الجديد الذي أقامه المغرب في القرقرات، حيث زار مدير الأمن الموريتاني الفريق مصغار ولد سيدي المنطقة وأبدى تحفظا على الجدار الرملي الذي بنته الحكومة المغربية، خاصة وأنه اقترب بشكل غير مسبوق من الحدود الموريتانية. كما جددت كوبا موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وأكدت أنها تتابع بقلق الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في الصحراء الغربية. فيما جددت الحركة الإسبانية أنتي كابيتاليستاس تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعية الحكومة الإسبانية إلى إدانة انتهاك وقف إطلاق النار من طرف المغرب. هذا وقد أكد كل من الاتحاد النرويجي لنقابات العمال وشبيبة حزب العمال النرويجي على ضرورة إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، داعيان إلى احترام حرية استقلال الشعب الصحراوي. أما وكالة الأنباء الفرنسية فقد فضحت التضليل الإعلامي الذي ينتهجه المغرب في عدوانه العسكري الأخير ضد الصحراويين في المنطقة. كما أعرب السيناتور الأمريكي عن قلقه من تقاعس المجتمع الدولي وصمته في مواجهة تجاوزات المغرب، محذرا من تأثير هذا التصعيد الجديد الذي قد يؤدي إلى نزاع مفتوح. عودة إلى الوطن، ومن ورقة بيضاء فارغة إلى لوحة فنية تصفق لها الأيدي وتشرق لها الملامح إعجابا، هكذا يحول الفنان داود نبيل بلمسة سحرية بسيطة هذه الورقة، مستعملا قلم الرصاص في هذا البورتريه للفنان المخضرم مع جويدة بابا أحمد. قلم رصاص ممحى ومنجرة، وسائل بسيطة بالنسبة للعامة، لكنها قد تشكل لصاحب الحس الفني ركيزة أعماله الفنية. داودي نبيل صاحب 25 ربيعا، فنان تشكيلي ببشر، جعل من قلم الرصاص عصاته السحرية يبعث بها روحا في الأوراق البيضاء منعدمة الكيان. هذا الفن بديته صغير في الابتدائي، كان عندي عمي رسم وشتا عجبني هذاك، من تما بديت نتعلم منه. اخترت هذا النوع ان الانواع الاخرين اي واحد يقدر يعمله، بصح هذا فيه صعوبه ان درجات اللونيه تحتاج إلى دقة أكثر من الألوان، الألوان أسهل من أقلام الرصاص. كاين اللي ما يقدرش يعبر الشعور على الكلام، يستخدم هذا الفن كطريقة للتعبير عن الشعور. أعماله تعكس مدى تأثير التفاصيل الدقيقة في ترجمة مجريات الحياة، فلسفة يجسدها نبيل في لوحاته الفنية. نهاية النشرة وتابعتم فيها. تنصيب خلية أزمة استعجالية للوقوف على حجم الأضرار بعد الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غرب الحروش بولاية كيكدا دون تسجيل ضحايا.
تتويج فريق شباب بالوزداد بكأس السوبر في طبعتها 13 بعد فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين لواحد. التأكيد على ضرورة التكفل الأمثل بالمسنين خلال انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح هذه الفئة. والوزير الأول يعرب عن تضامن الحكومة والسلطات العمومية وحرصهما الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطنين. تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة. ووزير الصحة يطمئن بتوفر كل الإمكانات الطبية المادية والبشرية للتكفل بجميع مرضى كوفيد 19. دوليا، الرئيس الصحراوي يحمل المغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة وسط ردود فعل دولية منددة بالانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية. نشرتنا تمت، برامجنا متواصلة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.